بركي هي اخر مره بدي اشوف هي الشوفه، فهمانه؟ يلا تفضلي على شغلي، تفضلي. اهلين هيومي، تفضلي حبيبتي. اهلين سهلين، كيفك حبيبي؟ سالك حبيبي، جايتك بقصه صغيره. على راسي. حمودة ابن اختي بتتذكره؟ ايه بعرفه منيح. يقبر قلبي، صار شاب بيطير العقل. ما شاء الله ما شاء الله. هذا حمودة له مرق بالديكور، فقلت لحالي ليش ما هو يدكر لنا المحل الجديد. ايه خلاص بنحكي بنحكي. طبعا بدنا نحكي، بس عمول حسابك انا عطيت كلمة لبيت اختي، ما بحب تكسر لي كلمتي قدامه. معقولة يكسر لي كلمتك؟ بس نشتري المحل بالاول. عمول حسابك، بس نشتري المحل هو بده يدكر. طيب بس يا ماما هذا شاب صغير. لك شو شاب صغير؟ انت لو تشوف التصاميم اللي عاملها على الكمبيوتر، فرجوني اياها، شي بياخذ العقل. اه يعني هو مدوكر من قبل؟ لك لا لسه طالب، منين بده يدوكر من قبل؟ طيب حبيبتي بس نشتري المحلات ببقى بتصل فيه وبنتواعد. خلص بس ها، هو بده يدوكره ان شاء الله. ماشي، انا رايحه على البيت، جاي على الغداء؟ لا ما فيني لانه وسيم كركبني بسافرته، بقيان هون. كان عندي ضيف تبع المالية. تعي يا بنت، لمي الفناجين وغسليهم ونطفي تحتهم لأنه مبقع. باي حبيبي. باي هيومي باي. الله يعينك. زهزوها قومي، تهزوها. لك قومي، موبايلك عم برد. خديل نمرين. لك شو بك انت القتيلة قومي. لك قومي خلصينا قومي. خلصينا كثير تعبانة. خلص لك روحي روحي انت بالحياة تنروح. يا لك شو روح لحالي؟ لا تكوني مريضة لك زهيرة. لا بس امبارح ما رجعت على البيت لخمسة الصبح. شو قلتي لأمي؟ وليه؟ شو اللي مسهرك للساعة خمسة؟ عايزتني ايه فوق راسي، فرقيني بقى، روحي البسي اللي بدك اياه وخلصيني. طب يعني بدي روح لحالي؟ اجي يوم تروحي لحالك وتاخدي حدا معك كمان. خلص تيسري بالحقك. حالي لحالي؟